السلام عليكم يا متابعين قناة ليتس سوي كذا. فيديو جديد كل يوم أحد وثلاثاء الساعة 8 مساء زي ما وعدناكم، وشكرا شكرا شكرا ألف شكر لكم يا متابعينا على توصيلكم لنا 300,000 مشترك. وبمناسبة دخولنا 300,000 مشترك راح نحتفل بال 300,000 مشترك، وفوق هذا راح نسوي لكم كيكة الكتكات بأسهل وأسرع طريقة، طبعا هتكون طريقتنا الخاصة. ودحين نترككم مع مؤيد. اليوم يا حبايبنا طبختنا احتفالية 300,000 بإذن الله اليوم معنا، ومعانا الشيف الصغير تركي يا حبايبنا. طبعا اتعودتوا علي انتم بالكاركتر الاولاني اللي هو الاسمرني يا حبيبي، اسمرحي لي وحي لي، اللغة زي ما هي والكلام زي ما هو ترى، لكن الروح زي ما هي والفلة زي ما هي ان شاء الله بإذن الله، والطبخات الصحصح يا معلم اقولها بكل فخامة زي ما هي، ولا مو يا تركي؟ ايوه ايوه يا معلم. شوف المعلم هنا، الشيف الصغير ده بإذن الله انا هيطلع طباخ بإذن الله. المهم بناء على طلب الجمهور ورغبتهم اظهر الحلقه هذه بدون صبغه، فانا عشانكم قلنا ايش بدون صبغه. طبعا دحين نحضر كيكه الكتكات يا حبايبنا بنفسنا عشان نحتفل ب 300,000، ولسه سومع جاي وصهيب وهاني العيال في الطريق يا معلم، انا راح اسويها قبل ما يجوا باذن الله. طعمك يا ود، وهيا هيا نبدا. طبعا هذه كيكه الكتكات يا حبايبنا هذه بطريقه الخاصه، وشيء مسهل لك هو مبسط لك هو على قول اخواننا المصاري، حبسطها لك يا معلم. جبنا كيك، كيك العائله عارفينه، والله مو اعلان لهم بس هو افضل كيك صراحه انا اشوفه. شوف جبنا كم حبه، 1 2 3 4 5 حبات، وملصقينهم جنب بعض. دحين بتقول ايه منفوخ من هنا، لسه حتشوفه. وعندنا هنا كريمه البندق عشان تعطيها طعم فخامه يا معلم، خلطه كده مزبطينها نحن. وطبعا عندنا هنا نوتيلا، وعندنا كرتون كتكات، وعندنا حلاوة شوكولاتة ملونة، وعندنا هنا الفراولة الحمراء وأحمر يا فراولة. فينك يا صهيب يا معلم في الطريق جاي. دحين نقص الكيك عشان تتساوى. بسم الله. يا يدك وسخة. يدي مغسلة يا معلم بفلاش. بسم الله. دحين لازم نساوي الكيكة. شوف كيف حبايبنا اتساوت. يلا يا تركي انفضها نفض يا معلم، بالعافية عليك، اديني لقمة طيب انا. هاي كلها تنتر بس. ودحين يا حبايبنا شوفوا كيف خليناها طبقة واحدة. اوكي؟ دحين تسألوا كيف حيتلصق مع بعضه يا معلم؟ دحين نوريكم. دحين أخذنا كريمة البندق يا معلم. وشوفوا التليس حق المعلمين. شوفوا كيف يا حبايبنا؟ يبالها فن بس. ونحشي الثاني يا حبايبنا، نليسها تليسها صح صح. ورحين نلصقها ندفها وشوفوا كيف عشان تتماسك يا حبايبنا. دحين يا حبايبنا شوفوا كيف تماسكت في الاطراف، حطينا لنا كريمة البندق. ليش انا حطيت كريمة البندق؟ لانه البندق يجيك تقيل يمسك ما حيفك زي اللصق الامريكي الغرى الامريكي، عرفتوا؟ دحين ناخذ النوتيلا عشان نليسها يا حبايبنا، بس النوتيلا ساحت والله مع الحرارة يا معلم. طبعا النوتيلا لازم نليسها على كلها، لانه انت لو تقعد تاخذ لك واحدة واحدة والله لو الصبح ما تغلق يا معلم. دحين نبدا التليس يا معلمين. بسم الله. ودحين يا حبايبنا ليسنا الكيكه يا حبايبنا، ليسنا النوتيلا بالكيكه. كيف ليسنا الكيكه بالنوتيلا صح؟ ايوه ايوه يا معلم انت. وتركي طبعا ساعدني الله يعطيه العافيه، ليسناها دحين. ودحين نرص الكتكات يا معلم وبسم الله. دحين حبايبنا ليسناها، دحين حتقولوا ايش التليس هذا اللي من جد مطبات السفلت مو مضبوط ما استفلت صح. لا لا لسه لسه لسه. بسم الله. دحين نبدا نحط الكيكه يا معلمين. شوفوا كيف الكيكه، وهي الكتكات قصدي، شوف ما شاء الله لصق كيف، غرى امريكي يا معلم حق الكابروس. اثنين، عود يا تركي. ثلاثة. ودحين يا حبايبنا رصينا الكتكات، وشوف ما شاء الله متماسك ما حيطيح، شوف كيف صار حوش يا معلم. ودحين نحط الحبوب اللي مين باقي، وباقي الفراولة. وهذا الشكل النهائي يا حبايبنا لكيكة الكتكات المتواضعة بطريقتنا الخاصة. طالعوا معنا. كم دقيقة أخذت مننا؟ تقريبا الوقت اللي استغرق مننا
يمكن تقريبا حق 8 دقائق 10 دقائق. ودحين نحطه بالثلاجة لين ما يجوا العيال في الخط، سمعة والعيال وصهيب وهان كلهم في الطريق وما يدروا نحن انه مسوين كيكة. وبامك يا ود، هيا هيا. على الثلاجة يا معلم. الباب يا تركي فك يا معلم. يلا بسرعة يا المعلمين وصلوا يا رجالة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. فرحان طيبين. حيا الله. يا مرحبا، كيف الحال؟ طيبين طيبين ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. سلام، كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله. طيبين ان شاء الله. ايه ده، ايه ده كله، ايه ده الراجل بتاعك؟ كيف الشخصية بالله؟ عشان متابعينا يستاهلوا. ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي شايفه ده؟ بس خلاص يا ولد. والكزبرة الخضراء يذكرني بالخضراء. يلا والله كلفت على نفسك يا جيمو بالاستراحة هذه بالحفل والله نشكر. مكلف ما شاء الله. الله يعطيهم العافية. طبعا احنا ما كلفنا شيء يا شباب. كان سويتوها في الاستراحة عندي ومشينا. والله يا كان ودنا مسويها في الاستراحة، لكن افينيو شاليه اصروا انهم يرحبوا بينا. الله يجزاهم ويكرمونا ونحتفل في شاليههم بمناسبة وصولنا 300,000 مشترك. كثر الله خيرهم وما قصروا. فاليوم يا شباب نبي نعيش يومنا، ايش رايكم؟ نعيش يومنا بكل فخامة يا معلم. في شاليه مين؟ افينيو يا معلم. افينوها افينيو. وشكرا لكم يا متابعين لانكم وصلتونا 300,000 مشترك. ولولا الله ثم انتم ما كان ايش؟ وصلنا 300,000. الله يعطيكم العافية. وعقبال 500 هون. يلا نحتفل. يلا قامك يا ولد. هيا هيا يلا نحتفل يا شباب. يلا يلا حفل عيال. 300 ما شاء الله. ما تمشي يلا، ما تمشي. بسم الله ما شاء الله. حي الله الفريق. ما شاء الله 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 ما شاء الله. تبارك الله، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي محمد. تبارك الله. شو مرتب يا معلم. لا 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 ما تمشي حاجه يا ابني. يا ابني ما يصحش ما يصحش. بقول لك يا ابو الشغل فخامه ولا عصير عصير. طبعا هذه التجهيزات كلها عشان المتابعين. طبعا يستاهلوا كل خير. طبعا عندي انشوده كده حلوه يا شباب بمناسبه الاحتفال ده. يلا بسم الله. يلا أمي مسافرة وبعمل حفلة بس يا ريت ما تجيش على طبلة مسافرة ولا الكهرباء تعمل قفلة. الطب زكاة كهرباء طبت. لا هي طبعا فمطوا دماغا إن شاء الله سبحانه. شغل الفخامة نديها اللفة كده عشان الربطة يا معلمين. عيني لغير جمالكم. طيبة طيبة. عيني لغير جمالكم يا متابعين لا تنظروا. طيبة وفراقكم في خاطري. محبتكم يا متابعين أموت وأحشر. والشكر لله أولا والشكر والثناء لكم على ثلاث على 300,000. يا هو عقبال 500. يلا
500 بردها. وصلنا على رسول الله. خلينا انا اخر اول واحد نولي السطور يا صهيب. ايوه يا عيال مين كان قطع يلا 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 ايش هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله حركات مسكون ما ادري من طورنا بس كيف جميل معليش بس مين اللي سوى الابداع ذا؟ تعال لازم تسوي لي زيك يا بزواجي لازم تدلعوني يا هذيك ليله ليله خياليه وبعدين انت متى صرت تعرف الحاجات هذه؟ يا شيخ جميل مين سوى هذا يا شيخ؟ والله هذا يا شيخ مستحيل يسويها. مين سوى هذا يا جميل؟ رومانتيك نايت هو المسؤول عن هذه التجهيزات وهذه الدلع، يسوي تجهيزات افراح، يسوي ذكرى زواج، يسوي تجهيز عرسان مثل انت دوك متزوج كذا وحركات وهذا، فيجي شخص يجهز لك هذه كلها ويعمل لك مناسبه. حاب تسويها لمين؟ سويها انت. طيب انا ابغى اسوي زيكم كذا بفرح زيكم. تسوي لك. لا انت مزدوج ولا شيء ما شاء الله المكلة. يا حبيبي خليك بس انت بلا تسوي بلا تسوي نحن ناكل الكيك ما انت مزدوج سوي مين بوجهك يا ابويا ما بسوي لزوجتي لحالك مع الشياطين لا امي ما تستاهل اسوي لها الحاجات تستاهل لا 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 حبيبي يا حبيبي عايز تعمل لماما امي فايش رايك والله جاي جاهز بدا الوسوسه حقته شو معليه يا اللي حاب يحجز او يستفسر عن هذه الاشياء الحلوه اللي تشوفوها تقدروا تدخلوا على الرابط تحت حسابه في الانستغرام موجود والسناب كمان المخرج يا معلم انا والله ايوه المخرج ايه مؤيد 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 ايش في فكر لي يا فنطرتك انت يا شيخ اركب علي دقهم ايش هذا معلم هنا بسكينه بسكينه شوف يا معلم ايش هذا ليه انا ذكرني بقربة الكابرس اللي لعب نسحب السورة الأول يلا بسم الله عيال السور لا ينهد عيال سور الصين العظيم بسم الله أرسل هذا السور يا معلم يا معلم يا معلم كيت كات يا ولد والله لو في تقنية كان ذوقناكم بس والله لحد الآن ما صنعوا التقنية ذي هذا كيت كات اسمه هذا كيت كات كيت كات اسمه كيت كات يلا يا عيال يلا 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 نقطعها حط يدك حط يدك سمع يدك يا ناصر يدك معدومه يا ناصر بسم الله لا ماما قطع بسرعه الصوره مهدي يا معلم الصوره يا ولد ما عمره مقطع وشي حسن 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 هذه الحركه الخاصه حقتي ايش العسل بنقطع بنحن نطير يا عيال بالله فكوا لنا الاتيكيت يا ابوي بالملاعق اضربوا فيه يلا نغرف نغرف اطبخوا في النعمه في صحون هنا هاي ما يفك العبه خذ خذ ابو جانا يا معلم خذ يا سمعه فين الملاعق هنا عند المغسل يا شباب ورق العنب يا عيال ما تصور بالله يا ابو هم اديني صحن يا مصر ربك هذا ادب هي عصير وعصير وكيك سكر في سكر ارفع ام السكر يا معلم اليوم وخليك سكراوي هذه قهوه للمتابعين والله تستاهلوا لو اسحبها اسحبها في تقنيه اسحبها بالله اسحبها والله لو في تقنيه اشربكم بس ما في تقنيه لسه في تقنيه ولا ما في تقنيه تسلم يدك يا هاني طيب ما تبغى الله انت بلطيف بندر جيب على الفنطل ده بندر صهيب يحل منه ويملح منه هذه ما هي فنطلة لما هو الفنطل فنطل عشان السكر يكون متوازن عندي متوازن تذبح نفسك انت الله الطرطام والطرط السود الله حافظ هاي سمع كيف بالله شيء خرافي متى بتوصلوا 500 ألف نبقى كيك أكبر لسه عدلوا أبو أربعة كم كيت كات اخذت؟ شكلك اربع اخذت. زي كذا بس تكون سلسله مسلسله حتى المتابع تحس انه قاعد عايش ايامك وتستنى بكره ايش بتسوي انت؟ وراه يعني قبل ايش عندك؟ اجا جاك متى؟ ها؟
الدياجات. ايش الدياجات؟ الدراجات. الدراجات تكون سلسله من ضمنها. ايوه تروح للعماره. قبل لا نبدا فيها اقل شيء تكون عندك فكره حق يمكن تقول شهر كامل حاليا عشان ما تنقطع. عندنا فكره حق 8 حلقات يعني ما يعادل شهر كامل. حلو حلو. شكرا لكم يا متابعينا لانكم عشتوا يومكم واحتفلتوا معانا بمناسبه دخولنا 300,000 مشترك. يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا. اهم حاجه لا تنسوا تضغطوا الدائره دي عشان تشتركوا معانا في القناه وتشوفوا اخر فيديو نزلناه. ولا تنسوا تضيفوا انستغرامنا وسنابنا ونشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات الجايه. وعيش يومك بابك يا ولد. هيا هيا بابك هيا هيا. لكن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وصلاه ربك لا تنساها يا ولد.